اللي اقبلت بنت السلاطين تختال فزوا لها ثم رحبوا في لفاها ام العروس النادره زين وخصال ام بدر اخت القمر في ضياها اللي اقبلت بنت السلاطين تختار فزولها ثم رحبوا في لفاها ام العروس النادره زين وخصال ام بدر اخت القمر في ضياها يا مرحبا يا بنت دار بين الافعال افرش لك الورده الطبيعه وشداها يا ام بدر طلتك تشرح البال يلي وقوف فارقه عن سواها زينك طبيعي والحلا ما لها مثال الراتب ساحره في حلاها وانت الكريمه اللي لك اطيب منها اطيب والاخلاق واصفك حواها وانت امير وبنت شيخان ورجال بنت الامير طيبه في عطاها وابوك سعد الغالي هو طيب الفال شيخ القبيل اللي بفعول انتباه مبروك يا اختهال بالشعر مرحتك هالليله ملا الحد داها يجمل عروسه زاهيه بعد بالاخصام عسى السعاده فلقلبك عساها ابتهال الاميره انت شيختك يا شيخه بنت شيوخ داعي عنباها كانك غزال الفيبه زين تختار عن العذر فارقه مستواها مهراصيله للحلا مضرب امثال يا بخت قلب العمن هل عذاها اصيل بكعات قوله ذكر لازال طيب وكرم وخصالها اللي احتواها واخوانك احزابك مطالق وابطال اخواتك بالمجد والطرد سيرة كبيرة اسمه بالمكارم كبيرة كلمات وسبعة عام منهن وفيها اميرات وبنات ومرا روس شيخان يستاهل نبية القبيحة الكثيرة وختامها يسعدك ربي بكل حال وديم افراح الحياة وهناها 0566566 92 487 او استوديو اقليم الخليج.